يمكن أن يحدث عندما يصبح الصياد هو الفريسة، هذا ما سنعرضه لكم اليوم. لكن قبل أن نبدأ ندعوكم للاشتراك في قناتنا أقوياء البرية والإعجاب بالفيديو والمتابعة أيضا. الفهود واحدة من أسرع الحيوانات المفترسة في براري أفريقيا الشاسعة، حيث تصل سرعتها إلى 60 ميلا في الساعة في ثوان قليلة. يمتلك مهارات فائقة تمكنه من التغلب على فريسته. لونه المقرنش يمكنه من التمويه ويمنحه قدرة فائقة على التخفي، فهو أفضل صياد كمائن، كما فعل هنا بالاختباء ونصب كمين لصغار الخنازير البرية ليحظى بوجبته اليومية من الغداء. بدأ الفهد بالانقضاض على الفريسة بكل ضراوة لتهرع الأم للدفاع عن صغارها وتنقض بكل قوة وشراسة على القط المفترس. كان من الغريب للبعض أنها تنجح في إنقاذ صغارها، فتلك الحيوانات العاشبة كبيرة نسبياً وقاتلة أيضاً، تعيش في مجموعات قد يصل عددها إلى 50 فرداً وأكثر، لهذا تتمتع بقوة هائلة وكأنها مجموعة من أفراد عصابة خطيرة. تعتمد الخنازير البرية على العيش كذلك من أجل حماية نفسها من الحيوانات المفترسة الكبيرة مثل الأسود والفهود والنمور، فكان من المستحيل أن تستطيع النجاة لو كانت تعيش منفردة، فلربما كانت انقرضت الآن، فهي وجبة ممتازة لكل الحيوانات المفترسة. لكن على أي حال على المفترس أن يفكر مرتين قبل الهجوم على قطيع من الخنازير، خصوصا أنها عدوانية بشكل كبير ولا تستسلم بسهولة مهما بلغت قوة الخصم. فبطول مترين ووزن يصل إلى 270 كيلوغرام من العضلات فقط، مع أنياب بطول 12 سنتيمترا وناب أيضا إضافي أصغر في الشفة العليا التي يمكنها من اختراق جلد فريستها، ولا يمكن أن ننسى أنه أكثر ما يميز هذه الحيوانات ويجعلها أكثر خطورة وقوة أسنانها الحادة التي تستمر في النمو حتى تصبح مثل الخناجر، فيمكنهم من تقطيع كلب إلى أشلاء بكل سهولة. عندما تظن أن الفهود هي من تقضي على الخنازير فليس ذلك ما قد يحدث في كل مرة، فهناك مقطع قد فاجأ البعض تم تصويره في أحد المحميات البرية للقطات قد لا تصدق لخنازير تقتل فهدا عندما حاول التعدي على أرض الخنازير البرية، مما دفعها للهجوم عليه دون أي تردد وبفكوكها القوية.